السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم عندنا اليوم بواحد الفيديو خطير بالزربة بالزربة بالزربة. ندخلو نيش الموضوع. مجموعة من الصحف تكلمات حاليا دابا نيت على أن القرار ديال السماح للمغاربة والمقيمين الأجانب بالوجوج إلى المملكة. كيف ما كنشوفوا هيسبريس كتبت الخبر الأربعاء 8 يوليوز مع 8 أقسمعين، يعني حديث الولادة. أفاد بلاغ للحكومة بأنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية. وأبرزت المصادر ذاتها بأن الشركات الجوية الوطنية ستعمل على برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات من أجل إنجاح العملية. البلاغ الحكومي أشار إلى أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة الكشف PCR لا يقل على 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجيا. خاص تيست يكون عنده قل من 48 ساعة. نمشي ونشوفه كذلك الخبر جابته لنا اليوم 24 على الساعة 8:34 دقيقة. وضع المغرب اليوم الأربعاء شروطا لدخول المغاربة المقيمين في الخارج وكذا عائلاتهم إلى التراب الوطني ابتداء من منتصف الليل 14 يوليوز 2020 عبر نقط العبور الجوية والبحرية. وكشف البلاغ نفسه أنه يتعين على كل المسافرين تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف PCR لا يقل عن 48 ساعة واختبار سيرولوجي. في هذه الاختبارات التي تكشف وجود فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان، يعني نفس الخبر تدولوه كاملين. أفاد بلاغ الحكومة أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح العملية. نشوف عاوتاني ماروكو نيوز، هذه دابا 8:57 دقيقة. انطلاقا من 14 يوليوز المغرب يفتح الحدود في وجه مغاربة العالم. أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء أن عملية دخول المغاربة المقيمين في الخارج وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من منتصف ليل 14 يوليوز 2020 عبر نقط العبور الجوية والبحرية. وأفاد بلاغ للحكومة أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات. نمشي وكذلك نشوفوا رصد عاجل، انطلاقا من 14 يوليوز المغرب يفتح الحدود في وجه مغاربة العالم. الخبر تنشر 8 يوليوز على الساعة 8:30. أعلنت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء أن عملية دخول مغاربة المقيمين في الخارج وكذا عائلتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من منتصف ليل 14 يوليوز. على سلامتنا وعلى سلامتكم. هاد الايام هادي كنت على اعصابي كامله وانا ياكل قلب ودير وهادي. الحمد لله باننا استطعت نجيب لكم هذا الخبر هذا. بارطاجيو الفيديو الناس العالقين، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. السلام عليكم، وان شاء الله غادي نزيد نبحث ونقلب ونحاول نجيب لكم اخبار جديده، اخبار واحده اخرى. انا قلت غير نلوح لكم بعد هذا هو الاول، وديك الساعه انا غادي نزيد نقلب. تابوناو في القناه، بارطاجيو لايك، والسلام عليكم.